انضم إلينا الآن الدكتور شادي زازا في فقرته المتميزة معنا دائما. دكتور شادي هو مؤسس منظمة رحمة الإغاثية. يعني يستمر الوضع الكارثي في سوريا وأيضا في اليمن في العديد من البلدان التي تعاني نزاعات مسلحة، لكن فعلا الوضع في سوريا كارثي بكل معنى الكلمة. من لا يرى ذلك يعني هناك مشكلة. البارحة مررت على إحدى الحسابات على الفيسبوك لصبية مترجمة في قبرص وفي اليونان، تعمل لدى إحدى المنظمات الإغاثية ممن يستقبلون اللاجئين. يعني كلماتها والله كانت تدمي القلب. يعني قالت ببراءة شديدة: stop the war, stop the massacres, stop the criminal weapons, stop the killing the innocent people. We've seen children being injured severely. We've seen people suffering. We need to stop all of this. How can we stop it? Just find some human inside you and see the true pictures. يعني هذه الكلمات والله هزتني. يعني من صبية صغيرة في عمر الزهور 18 سنة متطوعة لدى إحدى المؤسسات يعني الإغاثية اليونانية. ويعني في هذا السياق أيضا ننقل لكم ارتفاع عدد النازحين السوريين على الشريط الحدودي مع الأردن إلى 160 ألفا في منطقة سهول درعا والحدود المتاخمة للمنطقة الشمالية مع المملكة الأردنية بحسب ما أكدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأيضا بحسب مراقبين الآلاف فروا إلى الشريط الحدودي مع الجولان المحتل هربا من القصف على قرى الجنوب السوري والعمليات العسكرية التي بدأت في حزيران 19 حزيران وسط شح المساعدات. على الطرف الآخر من الحدود مع جولان المحتل تقع مخيمات القنيطرة ويضع وأيضا مخيم العودة الذي أسسه مدنيون في عام 2013 هربا من المعارك. للاطلاع على هذه الأعمال جميعا أعمال الإغاثة في منطقة القنيطرة وجنوب السوري ينضم إلينا الآن الدكتور شادي ضضا مؤسس منظمة رحمة الإغاثية. دكتور صباح الخير. صباح النور أخت ليلى، صباح النور لك ولكل الإخوة المستمعين، حياك الله وبارك الله فيك إن شاء الله وأهلا وسهلا صباحا. اهلا وسهلا بك دكتور. يعني والله العظيم الواحد ما يعني لم تعد هناك كلمات تقال في ظل الوضع القائم. يعني البارحه مررت على كلمات مؤثره جدا لصبيه تعمل على الارض. انتم تعملون على الارض دكتور، يعني نحن نراقب، نحن ننوه، نحن نشاهد بعد، لكن انتم تعملون على الارض. الى متى دكتور شادي؟ يعني الى متى هذه المآسي تستمر؟ طبعا اخت ليلى، يعني الذي يكون له تواصل على الارض ومطلع على حيثيات وتفاصيل الأمور بشكل كبير يشكل هذا ضغط نفسي علينا يعني بشكل كبير جدا. نفس السيناريو نشهده في حلب، في حمص، في الغوطة، في مضايا، ثم الآن في درعا والقنيطرة. الضحية الأولى لهذه الأحداث هم الأطفال والنساء والشيوخ بما فيهم من مرضى ومعوزين وحالات حرجة. يتعرض أهلنا في الجنوب السوري إلى يعني حملة كبيرة الآن من النزوح. تقريبا ذكرت الأعداد 160 ألف، لكن العدد وصل إلى ما يفوق 200 ألف. مخيم العودة هو مخيم قديم، الآن أنشئت 9 مخيمات في ريف القنيطرة. كل مخيم يضم حوالي 1000 عائلة وسطيا. هؤلاء يعني نزحوا من مناطق درعا إلى ريف القنيطرة ملتجئين إلى المنطقة القريبة من حدود بلاد محتلة من أجل أن يجدوا ملجأ وملاذا، عسى أن لا يطولوا قصف أو يكونوا قريبين من المنطقة التي لا يستطيع الطيران أن يستهدفهم فيها. الناس حقيقة يعني في فزع وهلع كبير جدا. في عندنا نقص كبير في الحاجات. كما تعلمين عندنا المخبز هناك
يحاول هذا المخبز أن يكفي الحاجة الضرورية من مادة الخبز للناس. يعني استطعنا أن نرفع الإنتاج كل يوم إلى طنين طحين من أجل أن نوزع على الناس. طبعا كل هذا يوزع بالمجان لأهلنا هناك. لكن كما تفضلت يعني وصف الحالة الإنسانية هي كارثية بكل معنى الكلمة. الناس تخاف أن تعود إلى درعا لأنه ما في تفاصيل واضحة لاتفاقات تضمن للأهالي عدم التعرض لهم أو المحاسبة. الأمور يعني ما زالت ضبابية. 7 سنوات يعني هذه. أنا والله مبارح يعني بالإضافة لكلام حضرتك مررت على هذه الصبية وتواصلت معها، عم تقلي يعني أنا عم شوف مآسي مآسي عم تيجونا على اليونان، ووضعهم كمان مأساوي في اليونان. يعني الدول الأوروبية لم تعد تفتح المجال للجوء، أمريكا أغلقت دول أوروبا، الدول العربية يعني لا أسسني أحدا، يعني لا أحد يريد لاجئين من سوريا. الأزمة طالت يا دكتور، يعني للأسف الأطفال جوعة، ما في شح الموارد. يعني الأمم المتحدة التمويل لا يوجد، يعني حتى في نقص كبير بالتمويل في الأمم المتحدة. يعني نتواصل بالقدر القليل يعني مع الناس، نوصل لهم الصورة كما هي. والله مبارح هذه الصبية قالت لي يعني أشاهد حالات كارثية ومأساوية، يعني فقط من اللي وصلوا ضمن نطاق الأهالي والأطفال. يعني أسألك بكل شفافية دكتور شادي، يعني هل قبل أن تقل إلى الإغاثة، وكيف يمكن لنا أن نساند في كل مرة يعني نستنهض الجالية العربية والأمريكية، هل هناك تغيير ديموغرافي؟ يعني الكل يتساءل، ونريد أن نسمع منك بشفافية جديدة دكتور شادي، يعني هل نشهد أن سوريا ذات التنوع الكبير العرقي والطائفي والديني يعاد تغييرها؟ كان ما الهدف من هذا التهجير؟ ما الهدف؟ طبعا هذه النكبات التي يعني تنتقل من منطقة إلى أخرى، تحدث أنا بدءا من حمص ثم حلب ثم المناطق هذه كلها، وخروج الأهالي الدارية والمعظمية ومضايا والغوطة. يعني هذه حالة تهجير محصولة يهدف إليها تغيير الديموغرافي السكان الأصليين لهذه البلاد. ويعني من الصعب التنبؤ من هم القاطنون الجدد، لأنه للأسف سوريا أصبحت يعني وكأنها بلد متاح، يعني متاح ومباح للجميع، متاح ومباح نعم للجميع أن يذهب هناك. يعني وهذا الوضع سيكون له يعني تأثيرات كارثية على مستقبل البلد، وما هو مصير النازحين واللاجئين؟ يعني من ذهب إلى أوروبا كيف سيعود؟ هل سيكون عنده فرصة للعودة؟ إذا نحن عم نتكلم على 200,000 لاجئ على حدود سوريا الجنوبية في ريف القريطرة يخافون أن يعودوا 90 كيلومتر إلى درعا. نعم. ما هو طيب لا توجد ضمانات دكتور، لا توجد ضمانات دولية في غياب كامل لدور المظلة الدولية عن ما يجري في أحداث. هي فقط روسيا وإيران وتركيا ولا أعرف من أيضا من يتحكم بمصير السوريين. مصالح إقليمية، والسوريون يعني يتفرجون ويشاهدون تقسيم هذه الكعكة، و يعني قد لا يكون عندهم أمل في نيل ولو قطعة صغيرة منها. فللأسف أصبحوا أصحاب الأرض هم الغرباء وهم المتطفلون عن القضية، وأصبحت روسيا وإيران والدول الأخرى هم الذين يقررون مصير هذا الشعب، وكأنه يعني بلد مستباحة أخذت من دون إرث عن أهلها، و من أخذ البلاد بغير حرب انهار عليه تسليم البلاد. فللأسف الوضع الذي يجري في سوريا يعني لا يبشر بخير أبدا. أنا أقول طبعا يعني هناك جزء كبير يتحمله السوريون أنفسهم بجميع أطيافهم بكل مواقعهم،
أصبح هناك ملل شديد من القضية، حتى أن بعض الناس على سبيل المثال هنا في أمريكا لا يريد أن يذكر هذا الأمر أو يتذكر لتذكره، لأنه يعود عليه بذكريات سيئة تنغص عليه هناء العيش هنا. فهذا التركز سيقصفه السوريون في مستقبلهم، لأنهم يعني تنازلوا عن قضية لا ما كان لهم أن يتنازلوا عنها. من يريد أرضه ومن يريد أن يعمر بلاده ويجب عليه أن يصبر وأن يكون عنده هذا الصبر وهذه الهمة العالية في مقارعة من يريد أن يأخذ سمرة بلاده ويغير ديموغرافيا. طبعا اللعبة أكبر منا كأشخاص، صحيح، لكن أقول يعني ما زلنا نستطيع أن نوصل رسالة أهلنا المستضعفين في سوريا ولو بالكلمة ولو من خلال البرنامج التي تقدموه أنت حضرتك أخت ليلى. أنا أعتبر هذا أحد الوسائل التي تنهض في إحياء القضية وإحياء قصة هذا الشعب المظلوم. يعني نريد أن نسمع العالم هذه القصة المحزنة ونذكرهم ونقول للناس جميعا أن سوريا للسوريين، وأن ليس لأحد حق في تحديد مصير السوريين إلا السوريين، وفي النهاية يعود الحق لأهله والأرض تكون لأهلها. ولو أتت الدنيا كلها لا تستطيع أن تأخذ الأرض منا، والحق يبقى حق مهما تبدلت الظروف، وما بني على باطل يبقى باطلا ولو امتد به العمر لمئة. دكتور شادي، يعني قبل أن أخرج فاصل الإعلان وأعود معك لتركيز على الجهود الإغاثية، يعني أود أن أنبه التقرير اللي شاهدته خطير جدا بشأن التغيير الديموغرافي يشمل كل السوريين، يعني بكل أطيافهم، مسيحيين، أكراد، دروز، سنة، شيعة، يعني يتم إفراغ المناطق فيها أكثرية من كل هذه الطوائف، حتى العلويين، يعني يتم إفراغ هذه المناطق من سكان الأصليين ويتم تبديل الديموغرافي في سوريا. يعني هذا مخطط موضوع بعناية شديدة، إن لم ينتبه السوريون إلى من يجري، إن لم ينتبه العرب، إن لم ينتبه أصحاب الحق في هذه القضية، ستكون هناك مشكلة، ومشكلة لأجيال قادمة. دكتور شادي، ننوه وننبه فقط، يعني أستمع إلى تعليقك سريعا على هذا الموضوع لننتقل إلى موضوع الإغاثة بعد الفاصل. نعود معك دكتور شادي زازا، مؤسس منظمة رحمة الإغاثية. دكتور شادي، يعني سريعا من فضلك، وأنتم تعملون على الأرض، يعني تنوه إلى ما أشرت إليه في هذا التقرير الذي طلعت عليه مؤخرا، موضوع التغيير الديموغرافي في سوريا. طبعا هذا التغيير ممنهج أخت ليلى، يهدف إلى تحديد من هم ينتمون إلى هذه البلد بغض النظر إن كانوا ولدوا فيها أو يحملون الجنسية السورية من قبل. إنما تحدد الجنسية بنسبة الولاء للنظام الموجود، وهذا سيكون له عواقب كارثية، لأن سوريا يعني جعلت بهذا التنوع الطائفي، التنوع الثقافي، التنوع الحضاري الممتد عمقه إلى آلاف السنين، ولن يستطيع أحد أن يغير هذه البنية لأنها بنيت على هذا التنوع وهذا الغنى في التنوع. فأنا أقول إنه الموضوع ليس طائفيا أبدا، يستهدف طائفة، بل هو يستهدف كل السوريين بجميع أطيافهم، والخاسرون سيكونون من جميع الطوائف وليس من طائفة واحدة، ولو كان هناك التركيز على النسبة الأكبر
من وجود الطائفة السنية في سوريا. لكن إن خسرنا سوريا فسنخسرها جميعا، وإن عملنا من أجل إنقاذ بلدنا يعني سيكون الربح للجميع. وأنا أقول ليس هناك طائفة معينة لها نصيب الأسد في هذه القسمة، بل على سبيل المثال الطائفة العلوية هي أكثر الطوائف المتضررة. تماما. يعني قد يكون ولاؤهم خوفا فقط، يعني فالجميع متضرر كما تقول. أود أن أنتقل معك إلى عمليات الإغاثة في الجنوب السوري الآن دكتور، في تعطينا مصير النازحين، هل عادوا إلى درعا؟ يعني في تضارب في الأقوال، هل عادوا إلى درعا؟ هل ما زالوا على الحدود؟ يعني هناك من يقول أنهم عادوا، هناك من يقول لا، الهجرة زادت والاحتياجات زادت. أنتوا عم تشتغلوا على الأرض، شو صاير دكتور؟ القسم الكبير طبعا أكثر من 90% يرفض العودة. هؤلاء متخوفون على مصير عائلاتهم بسبب أنه ما في اتفاق واضح على الأرض يرسم معالم تضمن سلامتهم. فهؤلاء موجودين في ريف القنيطرة، العدد تجاوز 200,000 إنسان. 9 مخيمات أنشئت حديثا من أجل استيعاب هذه العائلات. الوضع الإنساني أن هؤلاء الناس يعني يحتاجون كل شيء. من حسن الحظ أن عندنا نحن مخبز نقدم للناس الخبز اليومي بشكل مجاني. يحتاجون إلى مواد أخرى من أجل أنه يقتاتوا بقية أيامهم ويؤمنوا الحاجات الأساسية من طعام وشراب ولباس وهذه الأشياء. لكن هناك نسبة من الناس المرضى يعني بالتعاون مع بعض المنظمات الطبية استطعنا أن ننشئ مركزين أيضا يستوعب هؤلاء الناس. هناك عيادات طبية متنقلة مع منظمة ميدي جلوبال، مع منظمة أوسم. هذه المنظمات تعمل على الأرض في تلك المنطقة، وبيننا وبينها شراكات تعمل على توفير الأدوية وتقديم المساعدات الطبية لهؤلاء الناس. لكن أنا أقول أخت ليلى أنه اليوم لا نستطيع أنه فقط أن نتفرج، لابد أنه نتحرك ونمجد العون لهؤلاء النازحين في الداخل السوري من أجل أن نساعدهم في هذه الفترة أقلها حتى يتبين مصيرهم. هناك أنباء عن بعض المنظمات تعد مخيم كبير حوالي 3,000 خيمة في تلك المنطقة. فهذه المنظمات يبدو أنه عندها معلومات أن النازحون سيكونون موجودين هناك لفترة أطول من هذه الفترة. الأيام القليلة القادمة يعني ممكن أن تتبين تفاصيل المعالم الواضحة مستقبل هؤلاء النازحين. تشادي الاحتياجات الآن، يعني نحن نتحاور بشفافية مع مستمعينا، الاحتياجات الآن الأساسية اللي هؤلاء النازحين في الجنوب بحاجة لها. ذكرت الطحين، ذكرت المواد الإغاثية الأساسية، صحيح دكتور؟ نعم. يعني مثلا اليوم في نعد سلات غذائية تتكون من بعض المعلبات، الحاجات الأساسية، سكر، شاي، زيت، يعني من الأشياء التي يمكن للنازح أن يستخدمها وتكفيه في يومه، بالإضافة إلى مثلا بطانية، فراش يعني بسيط حتى يضعه في الخيمة. هذه الأشياء بسيطة جدا وغير مكلفة، يعني العائلة تقريبا تكلف حوالي 50 دولار. هذه 50 دولار تكفيهم من أسبوعين إلى 3 أسابيع. فلو استطعنا أنه نقدم لهم هذه المساعدة يكون هذا الشيء جيد، ينفعهم ويعينهم في هذه الفترة العصيبة التي يمرون فيها. وإن شاء الله يعني يعود النازحون إلى بيوتهم وتعود الناس إلى أشغالها وأرزاقها ويستتب الأمن هناك. يعني نحن نطمح أنه تهدأ الأمور في تلك المنطقة، لأنه الحقيقة أعداد كبيرة و
يعني الدول الحقيقة لا تستطيع أن تتحمل هذه العبء، عبء هؤلاء الناس بهذه الأرقام، بهذه الكميات من الناس النازحين، يعني سيكون عبء كبير على دول الجوار. فلذلك يعني نريد أن تبقى في سوريا ولا تخرج وتلجأ إلى الهجرة إلى اليونان أو إلى أوروبا مجددا. فإذا استطعنا أن نقدم لهؤلاء الناس هذه المساعدة البسيطة، يعني قد يكون قد يطمئنوا ويجلسوا حتى ينظروا تماما ما هي مستجدات تلك المنطقة وكيف سيكون ببساطة إنهم. دكتور، السلة الغذائية اللي ممكن تساعد الناس حاليا بشكل بسيط وشفاف لمستمعينا، قديش تكلفتها؟ $50 هذه السلة تغطي 5 إلى 6 أشخاص بحاجاتهم الغذائية الأساسية، وأيضا نقدم لهم يعني بعض المواد التنظيف والهايجين كيت احنا بنسميها، يعني تعينهم على موضوع محافظة على النظافة وهذه الأشياء. كما تعرفي انه المناطق هناك يعني غير مؤهلة، فلذلك قد تنتشر الأمراض، فإذا ما استطعنا انه نؤمن لهم أشياء تعتني بنظافة الأجسام و نظافة المكان سينتشر أمراض وتكون يعني كارثة جديدة عليهم. فنحاول أن نقدم هذه الأشياء الأساسية حتى نحافظ على هؤلاء الناس. أشكرك جزيل شكر دكتور شادي زازا، وصلنا إلى نهاية البرنامج، وسنمرر الإعلان سريعا لمن يتفاعل معنا في هذا النداء الإنساني، ونعد أننا دائما سنكون سباقين إلى دعم كل محتاج بغض النظر عن عرقه لونه ودينه. سيكون صوت العرب في المقدمة لدعم صوت من لو صوت له، ونتعاون مع شركات إن شاء الله. شكرا لك دكتور شادي زازا، مؤسس منظمة رحمة الإغاثية، شكرا لك. منظمة رحمة للإغاثة تعمل بجد وتفان بهدف خدمة الإنسانية، خصوصا في المناطق المنكوبة بسبب الأوضاع في سوريا، وتعمل أيضا في دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين وتقدم خدماتها الإنسانية للجميع دون أي تمييز. للتواصل مع المنظمة الهاتف رقم 248-990-4247 أو الموقع الإلكتروني rahmarelief.org.